السلام خوتي خواتاتي، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير. المهم خوتي، جيناكم مستجدات جداد اللي كيتعلقوا بقضيه هجام من بعد ما توصلنا اخبار ديال الراعي الغنم. مول 207 هو سبب الاختفاء ديال هشام وهو وخو العريس. المهم خوتي، من بعد هاد الاخبار اللي جاتنا واللي راجت في المواقع التواصل الاجتماعي كامله واللي تطرقوا ليها القنوات كامله، اليوم كنجيكم بخبار جديده اللي جات من الدوار ديال بوشفاعه، واللي خرجوا بها شي ناس، اللي خرجوا بها شي مواقع اللي مؤكده ان كيقولوا هاد الخبر لا اساس لها لا من الصحه، واللي كيقولوا ان ما اعتقلوش كاع لا راعي الغنم ما اعتقلوا لا خو العريس. اليوم انهم عطاوهم يعني استجوابات، استجوبوهم اوصاف، واللي دارت السلطات العلميه اللي راجعات عاوتاني لداك السياره وبحثات فيها، واللي ما لقات لا دم لا الاثار ديال شي اثار ولو خفيفه ان تكون ديال الوليد هشام. المهم خوتي، من بعد هاد الخبر كامله ما عرفناش شنو كاين تما، واش بصح هاد الوليد توفى نيشان كي كيقولوا او لا هاد الهضره ما كايناش. المهم خوتي، لحد الساعه حنا مازال كنتسناو الجديد اللي كيقولوا الناس ان يقدر يكون توفى، ولكن توفى على الطريقه ديال الكنوز، يعني الناس الكنوز هما اللي خداوه واختفى وخفاوه. المهم خوتي، لحد الساعه مازال مأكدين باش ما نقولوش شي حاجه اللي ما تكونش نيشان. حنا مازال ما مأكدين من هاد الاخبار، حنا الاخبار اللي كتروج كنجيبوها لكم جديد بجديد. المهم خوتي، انتظروا الجديد من عندنا، لاننا ضروري ما كنوصلوا لكم اي حاجه، وخاصه اللي كتعلق بهذا الوليد هشام اللي كلشي باغي يعرف شنو الحقيقه ديالو. اليوم راه باقي السلطات كيديروا الخدمه ديالهم واللي كاتفوها بطبيعه الحال، واللي بغاو يوصلوا لهذا الشيء، لان الام ديالو لا حول لا قوه الا بالله، راه عيانه بزاف نفسيا وجسديا، والاب ديالو اللي كذلك مازال عنده واحد الامل اللي ما بغاش يتوقف، يعني اللي سمع شي خبر كما كانت كيمشي ويدير الواجب ويقلب على ولده. المهم خوتي، كنتمنوا ان شي خبر تجينا زوينه وتجينا مفرحه. المهم خوتي، ما تنساوش تابوناو وتشتركوا معنا وتفعلوا الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش اللايك الى عجبكم المحتوى، وانتظروا اي جديد من عندنا باذن الله، ضروري ما نوصل لكم اي خبر كان.